أحسن الله إليك. يقول السائل: هل الصلاة في المسجد الذي فيه قبر صحيحة، علما بأن هناك من يقول أن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه قبر، فكيف توجيه ذلك وجزاكم الله خيرا؟ الصلاة في المسجد الذي فيه قبر لا تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور، ونهى عن اتخاذ القبور مساجد، ونهى عن البناء على القبور حماية للتوحيد، لأن هذه الأمور وسيلة من وسائل الشرك. وأما أن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد هذا غير صحيح، قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته في حجرة عائشة، وكانت خارج المسجد، كانت خارج المسجد، لم يقبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وإنما دفن في حجرة عائشة وهي خارج المسجد، وبقيت خارج المسجد في خلافة الخلفاء الراشدين وخلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه إلى أن وخلافة عبد الملك بن مروان، كل هذا والحجرة خارج المسجد، لم يدفن صلى الله عليه وسلم في المسجد. فلما جاء عهد الوليد بن عبد الملك وأراد أن يزيد ويعمر المسجد النبوي أدخل الحجرة، وهذا خطأ لم يوافقه عليه العلماء في وقته، هذا خطأ منه لم يوافق عليه، ولم يكن بفتوى من أهل العلم، أو خطأ من خليفة عفى الله عنا وعنه. ونعلم أن قبر الرسول ليس في المسجد، وإنما هو في حجرة عائشة خارج المسجد، وإنما أدخلت في المسجد خطأ لا يقره المسلمون. نعم.